ساعات بيروحوا اماكن اغلى ساعات في الكيان محرومين فعلا من بلدهم زي كده. فانا شايفه انه مش السياحه الداخليه ولا ده هدف واضح. لما بنتكلم عن اي حاجه اقتصاديه او غيرها انه المصري لما بيعرف بلده، لما بيسمع تاريخ بلده، لما بيستمتع بجمال بلده بينتمي اكثر، يعني شعور الانتماء. واعتقد كلنا فاكرين واحنا في المدرسه ان يمكن اول شعور انا بالنسبه لي كان شيء خلاني كنت مشاهده سياحيه ان انا من اولى ابتدائي كنت بطلع رحلات مع المدرسه نروح نزور المتحف او الجوامع او الكنائس. سلبي وعفو.